ده بقى انسوا بقى. طيب يا شباب، قلنا فين عدد كم الثانوي صح؟ خلصناه؟ خلصنا. ماشي، قلنا ان عدد الكم الرئيسي بيحدد بعد الالكترون عن النواه، وبياخد الحروف من كي لكيو، وحضرتك كل ما بتبعد عن النواه طاقه كل مستوى بتزيد عن اللي قبليه، وكلما ابتعدت عن النواه الفرق في الطاقه بين كل مستويين بيقل عن المستويين اللي بعديه. طيب عشان تحدد عدد الالكترونات اللي موجوده في مدار ما او في مستوى ما بتستخدم علاقه اسمها 2 نون تربيع او 2 ان تربيع، 2 ان سكوير. ادي عدد الكم الرئيسي، وهو مش ذو اهميه قوي لان كده كده انت عارف ان ان 1 ده الكي، ان 7 ده الكيو، فدي سهله. عدد الكم الثانوي ظهر مع عالم اسمه سامرفيلد. ازاي ظهر معاه؟ لما استعمل مطياف ذو قوة تحليلية أعلى من المطياف اللي استخدمه بور. فاكتشف إن اللون الأحمر اللي بيظهر في الهيدروجين هو مش أحمر فقط، إن اللون البنفسجي اللي ظهر مش بنفسجي فقط، أمال إيه؟ لداخله خطوط طيفية ملونة رفيعة. سماها إيه بقى الخطوط دي؟ سماها المستويات الفرعية أو السب ليفلز. وبكده يا سامرفيلد قلنا انه قدر يهدم موضوع القفزه الكامله. ازاي؟ لأن ان في كل المناطق بين المستويات بتظهر فيها الوان، طالما ظهرت فيها الوان يبقى الالكترون بيتحرك في كل الاماكن دي عكس ما قال بور. الطفل الخطي الرفيع الملون ده اللي اكتشفه سامرفيلد عدده بيساوي رقم الطفل الخطي الرئيسي. عدد الخطوط دي كام اللي جوه كل مستوى؟ يعني مثلا هم عددهم 4، لكن الكي في كام واحد منهم؟ هو ده يساوي رقمه. يعني ايه يساوي رقمه؟ يعني الكي الان بتاعته بواحد، ال الان بتاعتها باتنين، معنى ان واحد اتنين معناه ان هي جواها واحد مستوى فرعي، معنى ان ال عدده اتنين معناه انه جواه اتنين مستوى فرعي. وقلت لكم المره اللي فاتت ان المره دي ان شاء الله هقول لكم جت منين فكره الاس والبي والدي والاف. لكن المسمى الجديد لحركه الالكترون ان الالكترون بيتدرج بين مستويات الطاقه ولا يقفز قفزات كامله. وظهر لنا الشكل ده يا شباب. بعد ما كان اللون الاحمر هو اللي ظهر بس في المطياف لبور، لا ده ظهر لنا كم كبير من الالوان الحمراء دي المستويات الفرعيه، ده مش في مدار معين، لا ده على مدى كل المدارات يعني. خلاص؟ بدل ما كان بنفسجي واحد بس لون، لا ده في مستويات فرعيه بتحمل خطوط طيفيه رفيعه لنفس اللون لكن متدرجه. التدرج ده معناه المسافات اللي الالكترون مشي فيها بين المستويات، وهكذا مع كل لون هيظهر. سامرفيلد هو كان السبب في اظهار عدد الكم الثانوي، وقلنا عدد الكم الثانوي ده يا شباب بيحدد لنا ايه؟ هو اللي بيحدد عدد مستويات الفرعيه في كل مستوى بعلاقه تسمى صفر الى ان ناقص واحد او نون ناقص واحد. لو عايز اعرف عدد المستويات بقى اللي موجوده في المدار ام، الام ده عدده 3، 3 ناقص واحد 2، يبقى من 0 ل 2، 0 و1 و2. واحنا اتفقنا المره اللي فاتت ان اللي بيحمل قيمه صفر ده الاس، واللي بيحمل قيمه واحد البي، 2 3 اف. فلما الاقي ان القيمه تتراوح من صفر ل 3 يبقى ده جواه مين؟ جواه اس بي دي اف. طيب ده كان عدد الكم الثانوي، وقلت لكم ان مستويات الطاقه الفرعيه في ملاحظات بقى عايزكم تكتبوها لان دي ضايفها امبارح برضه. تختلف مستويات الطاقه الفرعيه لنفس مستوى الطاقة الرئيسي عن بعضها. تاني، مستويات الطاقة الفرعية بتختلف عن بعضها في نفس مستوى الطاقة الرئيسي. يعني انا قلت الام في كم مستوى فرعي؟ 3 اس بي دي. التلات مستويات فرعية دي هل هم قد بعض في الطاقة؟ رغم ان هو فين؟ رغم ان هما في نفس مستوى الطاقة الرئيسي، الا انهم مختلفين عن بعض في الطاقة. طيب خد بقى الاقوى منها، طاقة نفس المستوى الفرعي بتختلف من كونه موجود في المستوى الأول أو المستوى الرابع. حاضر.
تاني يا شباب ملاحظات مهمه جدا والله، وهيجي عليها كم اسئله غير عادي رغم ان هم ملاحظتين بس هتلاقي عليها اسئله كتير. فك شفره الاسئله دي بالملاحظتين دول. طاقه المستويات الفرعيه لنفس المستوى الرئيسي، مش انا قلت المستوى الرئيسي جواه مستويات فرعيه؟ المستويات الفرعيه اللي موجوده داخل اي مستوى طاقه رئيسي مختلفه عن بعضها في الطاقه. وضربت مثال مستوى الطاقه ام جواه كام مستوى طاقه فرعي؟ 3 اس بي دي. هل الاس في الطاقه زي البي زي الدي؟ لا، بالرغم ان هما موجودين في نفس مستوى الطاقه. طيب الاقوى منها، ملحوظه الاقوى منها، طاقه نفس المستوى الفرعي يعني الاس طاقته وهو في المستوى الرئيسي الثاني تختلف عن طاقته وهو في المستوى الرئيسي الاول. ايه الكلام ده؟ يبان انه محير، لان هو مش محير ولا حاجه. طاقه المستوى الفرعي اس وهو في المستوى الخامس تختلف عن الاس برضه وهو في المستوى الاول او الثاني او الثالث. اي مستوى فرعي، انا ضربت مثال بالاس، يعني هضرب لكم مثال. هو مش الاس ده موجود في الكي والال والام والان والاو والبي والكيو، موجود في كله، انه اصلا زي القيمه بتاعته زيرو. فالزيرو دي موجوده فين؟ 0 1 0 2 0 3. يبقى الزيرو ده موجود معايا في كل المستويات، لكن هل طاقته واحده في كل المستويات؟ لا. اذا تختلف طاقة نفس المستوى الفرعي باختلاف طاقة المستوى الرئيسي. يعني لو هو في مستوى طاقة رئيسي طاقته عالية يبقى هو كمان هتبقى طاقته عالية رغم ان هو اس برضه. فهمتوا يا شباب؟ يعني طاقة المستوى اس في المدار كيو اعلى ولا طاقة المستوى اس في المدار كي؟ كيو. عشان الملاحظة التانية اللي هي ان طاقة المستوى الفرعي بتزداد بالبعد عن النواة. طاقة المستوى اس وهو في الكي اقل من طاقة المستوى اس وهو في أي مدار بعديه. ليه؟ لأن الطاقة عامة بتزيد كلما ابتعدنا عن النواة، أدي السبب. فما يغرنيش بقى إن الاس ده موجود في الكيو، هو اس برضه، لكن الفرق إن الطاقة في الاس وهو موجود، طاقة الاس وهو موجود في الكيو أعلى من وهو موجود في الكي، عشان كل ما بتعد الطاقة بتزيد. طيب مستوى الطاقة كي عدد الكم الرئيسي بتاعه 1، وطالما 1 يبقى هيشيل كم مستوى فرعي؟ 1 مستوى فرعي يحمل رقمه. يعني ايه يحمل رقمه؟ يعني هو 1 يعني جواه اس. طب امال ايه 1 دي؟ رقم المستوى. طب لو جواه 2 يبقى 2 اس و2 بي. ايه 2 اللي قبل الاس والبي دي؟ رقم المستوى. طب لو جواه 3 يبقى 3 اس و3 بي و3 دي. ايه التلاتة اللي مكتوبة دي؟ رقم المستوى التالت. يبقى رقم المستوى ليه مدلولين دلوقتي. المدلول الاول انه بيعد لي كام مستوى فرعي جوه، المدلول التاني ان المستوى الفرعي بيحمل نفس رقم المستوى. وبعدين قيم ال عدد الكم السنوي ال بنجيبها ازاي؟ من صفر لان ناقص واحد. خلاص؟ هو ده مفهوم الجدول اللي قدامكم ده. في حاجة صعبة في الجدول؟ لو فسرته واحدة واحدة هتلاقي نفس اللي احنا بنقوله. جميل. سبسيدري كوانتم نمبر ده هو ده العدد الكم السنوي، بس ترجمتها بالانجلش. تمام. ايه الفكره في السهم اللي طالع ده؟ انا هنا في الكي، بعد كده ال ام ان او والانرجي اللي هي الطاقه بتزيد معايا. الفراغات دي ده الاوربيتال الاس. في الكي عندي كام اس؟ واحده. في ال ال عندي كام اس؟ واحده برضو. طب عندي كام بي؟ هو مش 3، هي واحدة. بس هشرح لكم دلوقتي ليه بيكتب عند البي 3. أنا بس بوريكم الصورة موجودة إزاي على الموقع، وهقول لكم ليه هو عاملها 3. طيب هتلاقي البي في كل المستويات معمول، كل مربع ده يا شباب اسمه أوربيتال. الإس دايماً أوربيتال واحد، يعني مربع واحد. البي هتلاقيه دايماً في كل المستويات 3 أوربيتالز، 3 أوربيتالات، 3 مربعات. الدي دايماً هتلاقيه 5 أوربيتال، 5 اوربيتالات، 5 مربعات. الاف دايما هتلاقيه 7 اوربيتال، 7 اوربيتالات، يعني 7 مربعات. عادي، ما هو على حسب، هو انت بقى مش مرتبطه بشكل معين، اي رسمه يجيبها لك، بس هو هيبقى محدد لك ان انت من غير ما يحدد لك. الانرجي بتزيد، يبقى انا تحت هنا مين؟ الكي. والاصل ان تحت النواه، وكل ما ابعد عنها الطاقه بتزيد. خلاص؟ قبل ما ابدا في عدد الكم المغناطيسي، الكتب كلها بادئه على طول في عدد الكم المغناطيسي، في تمهيد بسيط جدا اهم من شرح عدد الكم المغناطيسي نفسه. بيقول ايه التمهيد ده؟
بيقول ان العلماء اثبتوا ان حركة الالكترون حول النواة ليست على نمط واحد. يعني ايه نمط؟ يعني شكل. حركة الالكترون حول النواة ليس لها شكل ثابت. ده خلاف كلام مين؟ بور اللي كان بيقول ان هي دائرية. لكن خلي بالك ده ما ينفيش ان الالكترون له حركة دائرية. رياضيا اثبت العلماء ان للالكترون اربع اشكال من الحركة. اربع حركات، اربع انواع من الحركات. استنى بقى ثانية هنا، انا لسه قايل دلوقتي ان عدد الكم الثانوي بيديك كام قيمة؟ ايه هما؟ وهم دول الاربع حركات بتوع الالكترون. يعني اس بي دي اف دول اصلا اسماء حركات الالكترون حول النواة. الاس بي دي اف دول اسماء حركات الالكترون حول النواة، واللي هنثبتها دلوقتي على البورد مع بعض. بعد ما اثبتوا ان الالكترون له اربع حركات حول النواة زي ما شرحناها على البورد، سمى بقى المستويات الفرعية دي باسماء اشكال الحركة. باسماء اشكال الحركة. اس جاية من السفيريكال موفمنت او السفيريكال موشن، بي جاية من البولاريتي موفمنت او البولاريتي موشن، دي ديفيوجن موفمنت، اف احيانا في بعض المراجع تقول عليها فاندمنتال موفمنت، وفي بعض المراجع فيوجن موفمنت، وانا بميل للفيوجن لانها حركة اندماجية ما سابتش اي شكل الا واندمجت فيه. اذا عدد الكم المغناطيسي، عدد الكم المغناطيسي بيمثل بقيم عددية صحيحة. زي مين؟ عدد الكم الرئيسي يمثل بعدد صحيح، قيم عددية صحيحة وليس كسرية وليس سالبة. انا هنا بقى دلوقتي بقارن بين اعداد كمية مش علماء. انا قلت على عدد الكم الرئيسي قبل كده ان هو ما ينفعش اقول عدد الكم واحد ونص، مفيش الكلام ده خلاص. عدد الكم الثانوي يشمل من الصفر وانت طالع لحد التلاتة، يعني يقبل دخول الصفر، لكن عدد الكم الرئيسي لا يقبل دخول الصفر. عدد الكم المغناطيسي برضو يمثل بقيم عددية صحيحة تتراوح من سالب L لموجب L. يعني ايه سالب L؟ هو L ده إيه؟ ده تعبير عن ايه؟ عدد الثانوي. سالب L لموجب L وبينهم الصفر. يعني مثلا لو قلت لك المستوى الرئيسي التالت في كم L؟ صفر وواحد واثنين. طب عدد الكم المغناطيسي بتاعه تحسبه ب لا سالب 2. القيم بتاعت عدد الكم المغناطيسي واحده واحده بتبدا من فين لفين؟ من سالب L لموجب L. يعني لو قلت لك ان ال L بتاعتك ب 2 يبقى عدد الكم المغناطيسي قيم عدد الكم المغناطيسي من كم لكم؟ من سالب 2. سالب 1 صفر 1 2. ما هو طالما تتراوح يبقى قيمة بينية، يبقى هو ممكن يبقى دول. كل ده تنفيذا لمبدأ مين؟ عدم التأكد. كل ده احنا بنلف وندور في مبدأ واحد اللي هو عدم التأكد. يعني هو ممكن يبقى موجود في موجب 2 او سالب 2 او موجب 1 او سالب 1 او الصفر. ده عشان مبدأ ايه يا شباب؟ عدم التأكد. كمان عدد الكم المغناطيسي بيحدد عدد اوربيتالات كل مستوى طاقة فرعي. مش دي من مهمته؟ بيحدد هو المستوى الفرعي ده فيه كام اوربيتال. ومن شويه وضحت لكم في الصوره دي مين اللي بيحدد ان الاس فيها اوربيتال واحد يعني مربع واحد؟ عدد الكم المغناطيسي. مين اللي بيحدد ان البي على مدار كل المستويات ثلاث اوربيتالات؟ طب ازاي بقى؟ من علاقه جميله جدا اسمها 2 ال زائد 1. يعني ايه؟ يعني انت عرفت ان ال اللي عندك بكام؟ بثلاثة مثلا. 2 في 3 زائد 1 لازم يطلع رقم فردي. طيب لو انا عايز اعرف بقى عدد اوربيتالات كل مستوى طاقه رئيسي اعرفها ازاي؟ حضراتكم عرفتوا دلوقتي ازاي تحسبوا عدد اوربيتالات كل مستوى طاقه فرعي؟ ازاي؟ 2 ال زائد 1. 2 ال زائد 1 ده عشان تحسب الاس فيه كام اوربيتال، البي فيه كام اوربيتال، الدي كام اوربيتال. طب لو عايز احسب بقى الكي فيه كام اوربيتال؟ علاقه بسيطه جدا ان تربيع. يعني عايز تعرف الام فيه كام اوربيتال؟ الام ده رقمه كام؟ 3 تربيع 9. يبقى الام فيه 9 اوربيتال. امال ايه بقى الجدول ده؟ ده الان المستوى الاول 1، ال ال بتاعته اللي هو الاس صح؟ طب الام ايه اللي بتاعه؟ المفروض 2 في 1 ناقص زائد 1. ده عشان احسب ايه؟ هو الام ال ده يا شباب مش عدد الاوربيتالات. الام ال ده القيم المحتمله بتاعه الام ال لعدد كامل المغناطيسي اللي هي من
سالب ال لموجب ال. طب انا بقول لك هي اصلا ال طالعه بصفر، هو الصفر ليه سالب ولا ليه موجب؟ هو صفر بس. عرفتوا ليه المدار كي او المستوى الاول الام ال بتاعته بصفر؟ ليه؟ لان الصفر ملوش قيمه سالبه وقيمه موجبه، خلاص كده. طب المدار الثاني ال عدد الكم الرئيسي بتاعه 2، يبقى ال ال بتاعته صفر وواحد. جبناها منين صفر وواحد؟ اللي هي من صفر ال ان ناقص واحد. طب الام ال بتاعتهم ليه سالب 2؟ سالب واحد. اه خلي بالك احنا قلنا من صفر لواحد، يبقى من سالب واحد ومن لواحد، بس لازم نقولهم كلهم، من سالب واحد وصفر الى موجب واحد، وهكذا في كل المستويات الرئيسيه والفرعيه لحد ما توصل في النهايه للمستوى الرابع. ال ال بتاعته كام؟ 3. طب ال ام ال بتاعته سالب 3 سالب 2 سالب 1 صفر 1 2 3، يعني 7 قرب 3. وفعلا هو في 7 قرب 3 الاشكال اللي احنا رسمناها على البورد، لعل وعسى تتضح اكتر لما تشوفها. انا بقول لكم ان المستوى الفرع الواحد بيختلف في ايه؟ في الاتجاه. وايه تاني؟ وشكله، الاتجاه اللي بيتحرك فيه والشكل. المستوى الفرع اس له اوربيتال واحد، مش احنا لسه مثبتين ده من شويه؟ المستوى الفرع اس له اوربيتال واحد. فاكرين المربع الواحد ليه مربع واحد؟ ولما نيجي ناخد عدد الكم المخزني الحصه الجايه هتعرفوا وتتاكدوا اكتر يعني ايه مربع واحد وايه اللي بيتكتب جوه المربع ده، بس مش النهارده خلاص. وشكله كروي متماثل حول النواه. يعني ايه متماثل؟ حاجه اسمها سيمتريك، يعني مش دايره كبيره من ناحيه وصغيره من ناحيه، لا هو متماثل حول المحور اللي هي النواه. اوربيتالات المستوى الفرع اس كلها كرويه في اي مستوى، الكي ال ال الام كلها كرويه في اي مستوى زي ما قلت لكم، لكن حجمها بيزيد، حجمها بيزيد كلما كنا خدنا المعلومة دي في تانية اعدادي واحنا بناخد الحجم الذري، لما قلنا احنا كل ما بنبتعد من يسار الجدول ليمين الجدول الحجم الذري بيقل، انما لما بننزل في المجموعة الواحدة الحجم الذري بيزيد. تزداد احجامها بزيادة عدد الكم الرئيسي، يعني زي ما انت قلت كل ما ابتعدنا عن النواة. فمثلا اوربيتال المستوى الفرعي اس، كل كلمة هنا بتيجي سؤال، كل كلمة مكتوبة بتيجي سؤال. اوربيتال المستوى الفرعي اس الموجود في مستوى الطاقه الثاني اكبر ولا اصغر من اوربيتال نفس المستوى اللي هو اس بس موجود فين؟ في المستوى الاول. اكبر. ليه؟ عشان ال ال اكبر من الاول، عنده طاقه وعنده كم اعلى من الكي. المستوى الفرعي بي اللي احنا قلنا عليه ايه؟ المستوى القطبي لانه بيتحرك على الاقطاب. له ثلاثة اوربيتالات متعامدة، له ثلاث اوربيتالات متعامدة، متعامدة على ايه يا شباب؟ على بعضهم، الاكس والواي والزي، متعامدين على بعض، مش على النواة، متعامدين على بعض. حيث تتخذ محاورها الفراغية الثلاثة اكس واي وزد، لذا يرمز لها بي اكس بي واي بي زد. عرفتوا ليه البي ليها ثلاث اوربيتالات؟ لأن ليها ثلاث أشكال فراغية. البعد الثالث، مش أنت عندك ثلاث أبعاد 3 دايمنشنال؟ ده هو المربعات، هو المربعات لو قلت لكم عليها. ليه الاس مربع واحد؟ لانه له ملوش غير شكل واحد وحركه واحده. ليه البي ثلاث مربعات؟ لان ليها ثلاث حركات متعامده على بعض، فليها ثلاث اوربيتالات. الحركات دي بتاخذ شكل كمثريتين متقابلتين، عارفين الكمثره؟ ده احد اشكالها. وفي ناس تقول ده شبه الدمبل شيب، يا ايه الدمبل شيب ده؟ عارفين الدمبل؟ تمام؟ في هم كلهم مجتمعين في نقطة، فاكرين النقطة دي قلتها لكم قبل كده؟ بتنعدم عندها الايه؟ مفيش الكترونات عند العقده ابدا. ايه العقده دي؟ النواه. مصطلح العقده هي النواه، مصطلح العقده هي المنطقه التي تنعدم فيها تواجد الالكترونات، مفيش كثافه للالكترونات نهائي في العقده دي. ليه؟ بسبب قوه الطرد، بسبب قوه الطرد المركزي. ادي الحركه في البي اكس على الاقطاب الاكس الموجب والاكس السالب، وادي الحركه البي واي، وادي البي زد اللي هو البعد الثالث خلاص لاي مجسم، اي مجسم ليه ثلاث ابعاد. اللي انا رسمه على البورد ده بعدين بس اللي هو ثنائي الابعاد. خلاص نقف هنا.